عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة حابين نتكلم معاكم في نقطة مختصرة خاصة بعمليات الرفع اللي بتتم دايما عندنا في المواقع الإنشائية المختلفة، ودي حاصلة عندنا في أرض الواقع. عندنا كرين كراور كرين 650 طن، تمام، جايبينه عشان سبورت للهراسك عندنا في الموقع بتاعنا. هيرفع كيسينج تقريبا 43 طن، تمام. الفكرة كلها إن عمليات الرفع لها مخاطر متعددة. من احد المخاطر الرئيسيه الموجوده في النقطه دي هي انهيار التربه تحت الكرين. طبعا انهيار او انخفاض التربه تحت الكرين يؤدي لعدم اتزان الونش وممكن انقلابه اثناء عمليه الرفع الحد، تمام. طيب انا الفكره كلها ان انا عايز اتاكد ان الارض تحت الكرين تقدر تسبورت للكرين واللود اللي هو شايله، وده اللي احنا طلبناه من الشركه اللي بتنفذ الشغلانه دي. فعمل ايه؟ الراجل راح جاب شركه بتاع اختبار التربه وعمل اختبار للتربه بتاعتنا وطلعت الروبوت بتاعنا زي ما احنا شايفينه بالطريقه دي. اللي يهمني في الروبوت في النهايه هي القوه الضغطه للتربه، يعني الروبوت ده بيوضح لي القوه الضغطه للتربه بتاعتي، تمام. على حسب بقى نوع التربه والكلام ده كله بيطلع لي في الاخر قدره التربه بتاعتنا. كانت طالعه حوالي 45.5 نيوتن على المليمتر مربع، 45.5 نيوتن على المليمتر مربع. دي معناها ايه؟ معناها ان الارض دي تستحمل لكل مليمتر مربع 45 نيوتن، تمام. دي من القوه الضغطه للتربه بتاعتنا. طيب الشاهد من الكلام ده ان انا عايز اجيب بقى ما يبذله الكرين. الكرين ده عباره عن قوه، الوزن بتاعه واتقل بقى بالكوانتر ويت بالسوبر ليفت انه 650 طن، تمام، واقصى لود هيتحمله او اقصى لود هيرفعه، فالوزن ده بحوله لايه؟ لقوه، تمام. القوه دي انا لازم احولها لضغط عشان اقارن بالضغط اللي هيبذله الكرين دوت بالضغط اللي هتبذله مين؟ التربه بتاعتي اللي طالعه من خلال الاختبار بتاعي، تمام كده. طيب انا عامل الكلام ده ازاي؟ انا عندي المعادله العامه بتقول لي ان في تساوي اف على ايه، او الضغط بيساوي القوه على المساحه، المساحه اللي هي تحت الكرين، تمام. عشان كده انا بستخدم ماتس او بدات ان انا بطولي معنى صح عشان اوزع الضغط اللي هو او القوه الناتجه عن التربه ديت، تمام. انا دلوقتي يهمني احول القوه ديت لوزن او قيمه، تمام. فالقوه عندنا عباره عن وزن الكرين بالتقل بتاعه بالسي جي سوري بالتقل بتاعه بالسوبر ليفت بكل حاجه من دي بلس للود اللي هيقدر يتحمله في الوضع ده، تمام. وبقسمه على المساحه اللي عندي اللي هي مساحه البدات. البدات دايما موجوده عندي في ارض الواقع بتاعي او الطبالي موجوده، فبقسم ده على ده يديني القوه الضغط. طب انا هطبق القانون ده ازاي في ارض الواقع؟ بروح لاي ستاندرد او نقطه ارشاديه عندي زي موضوع الاستراليان كود او النقطه ديت، بيقول لي ان الضغط اللي هيبذله الكرين هيساوي 65% من القوه الكليه او الوزن الكلي مقسوم على المساحه بتاعت الباده الواحده اللي موجوده عندي. اشمعنى 65% والكلام ده كله؟ ده قانون ارشادي او نقطه ارشاديه موجوده في الاستراليان كود، تمام. بعد ما اجيب الوزن بتاع الكرين واجمعه على الوزن بتاع الطرد بتاعي وعلى الوزن بتاع الكوانتر ويت وعلى الوزن بتاع السوبر ليفت كل ده اقسمه على واضربه في 65% واقسمه على المساحه هيديني قيمه وليكن اكس. الاكس دي او القيمه دي لازم تكون اقل من مين؟ من القيمه اللي طالعه في التيست ريبورت او السويل تيست ريبورت من اختبار التربه بتاعتي. ده معناها ايه؟ معناها ان قدره التربه تقدر تتحمل القدره او الضغط اللي ناتج من الكرين على الارضيه ديت، وبالتالي مش هتنهار. فعشان كده انا لما يجي لي شركه او يجي لي رفع حرك في الوادي بتاعي لازم اتاكد ان التربه بتاعتي تقدر تتحمل مين؟ القدره او الكرين الموجود عندي باللود بتاعه والحاجات دي كلها عشان التربه ما تنهارش وعدم الاتزان يحصل، وبعد كده يحصل ايه؟ الفشل او دامج او وقوع للطرد.